صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يقول: ما أصل كلمة شأن وما تفسيرها هنا؟ الشأن كل يوم هو في شأن من شؤون ملكه سبحانه وتعالى، من شؤون ملكه وتدبيره وقضائه وقدره جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. الشأن هو الشيء المهم، الشأن هو الشيء المهم. نعم.